كانت الأسهم الأمريكية قد تعافت من أدنى مستوياتها التي وصلتها خلال جلسة الاثنين لتغلق دون تغيير يذكر، حيث وازنت المكاسب في أسهم البنوك مبيعات شركة ماكدونالدز التي جاءت أقل من المتوقع. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى مرتفعا بنسبة 2%، لكن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا فقد 95 نقطة فقط، متراجعا بنسبة 0.1%، فيما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 38%.